الثانية النسيج الطلائي المركب. ومحاضرة اليوم بعون الله ستكون حول النسيج الطلائي الغدي. لنختتم بذلك النسيج الأساسي الأول من أنسجة جسم الإنسان، بعدها راح ندخل إن شاء الله بالنسيج الثاني الكونكتيف تشو في المحاضرة القادمة. وكما عودناكم في كل محاضرة في نهايتها يعني تقريبا في الساعة 29 دقيقة راح يجيكم رابط على الكلاس روم حول كويز ام سي كيو حول هذه المحاضرة لمدة 10 دقائق مثل ما في كل مرة. فرجاء أرجو الانتباه لأنه موضوع الكويز سيكون من المعلومات الواردة في المحاضرة. الجلانديولار ابيثيليال او ابيثيليا النسيج الطلائي الغدي are tissues formed by cells specialized to produce secretion. هو عبارة عن صنف متخصص من النسيج الطلائي يعني يضطلع بمهمة الإفراز. The molecules to be secreted are generally stored in the cells in small membrane bound physical called secretory granule. كما تشاهدون الآن الجزيئات المفروزة عادة ما تخزن. هسه هاي عندنا خلايا، هاي تشوفون، خلنا نطلع المؤشر، هذه خلايا وهاي حدود الخلايا وإن كانت باهتة، هاي أنوية الخلايا. من ندقق النظر نلاحظ في داخل سيتوبلازم الخلايا هنالك يعني ما يشبه الحبيبات، ايضا هنا هم يسمونها جرانيول، حبيبات افرازيه. ففي سيتوبلازم اذا الانسجه الطلائيه الغديه عاده ما تحتوي على هذه التراكيب، تراكيب صغيره تسبح بالسيتوبلازم يعني ذات اغشيه تسمى سكرتوري جرانيول. Glandular epithelial cell may be synthesized, store, and secrete the following. عادة الأنسجة أو الخلايا الطلائية الغدية تقوم بتركيب أو تكوين، خزن وإفراز ما يأتي. المواد التي تقوم تلك الخلايا الإفرازية بتكوينها تختلف طبيعتها الكيميائية، فقد تكون بروتينات، وهنا مثال على يا غدة يكون إفرازها بروتيني البنكرياس اللي يفرز الإنسولين، وكما تعلمون أن الإنسولين هو بروتين. أو قد يكون إفراز النسيج الطلائي الغدي ليبيدز، شحوم، مثل إيش؟ غدد يكون إفرازها ذو طبيعة شحمية، ذو تركيب كيميائي شحمي، هو الأدرينال جلاند، سبيشيس جلاند، الغدد الدهنية الموزعة على سطح الجلد. أو قد يكون complexes of protein and carbohydrate، خليطا من البروتينات والكربوهيدرات كما هو الحال في salivary gland، الغدد اللعابية، يعني خليطا من البروتين والكربوهيدرات. عند التطور الجنيني في الإنسان، هسه واحد ربما يقول الغدد عادة ما تقع في داخل تجويف جسم الإنسان، بنكرياس مثلا داخل تجويف جسم الانسان، بينما احنا هنا قاعد نحشي عن انسجه طلائيه، انسجه عاده ما تكون يعني قلنا تبطن او تغلف الانسجه الاخرى سطحيه تقريبا على السطح الداخلي او على السطح الخارجي. فجاب هذه على هذه، يعني شلون تكونت هذه من هذه؟ خلال التطور الجنيني في الانسان formation of a gland from covering epithelia. epithelial cell proliferate and penetrates connective tissue. كما تشاهدون الان خلال التطور الجنيني في الانسان قامت الخلايا الطلائيه بالتكاثر ثم هاجرت باتجاه الكونكتيف تيشو، يعني دخلت الى الداخل، تغلغلت في الداخل، نمت مثل البرعوم لكن في الداخل مو في السطح الحر. They may or may not maintain contact with the surface. ثم ظلت يا اما ادامت الاتصال بالسطح الذي نشأت منه او انقطعت عن ذلك السطح الذي نشأت منه. When contact is maintained، عندما ادامت يعني الاتصال بالسطح الذي نشأت منه عندها سميناها اكسوكراين جلاند، لانها كيف ادامت هذا الاتصال؟ عن طريق القناه. اذا هذه ستكون غده ذات اقنيه او ما يدعى خارجيه الافراز اكسوكراين جلاند. هاي الحاله الاولى. When the
gland grow without maintain the contact with the superficial epithelial cell, then we name this gland endocrine gland or ductal gland, as you can see in this sketch. عندنا الانسجه الغديه يمكن ان نصنفها الى عدد من الانواع تبعا لاعتبارات مختلفه، هاي مهمه جدا شباب، عندنا خمس اعتبارات يعني على خمس اساسات يمكن ان نصنف الغدد. اولا تصنيف الغدد على اساس عدد الخلايا التي تدخل بتركيب الغدد. تصنيف الخلايا according with the number of the cell forming the gland. We can classify the glandular epithelial according with the number of cells forming the gland and two subgroup, unicellular gland and multicellular gland. Unicellular, as you know, uni refer to the number one or just one layer, just one unit, uni. اليوني باللغة اللاتينية اونو بمعنى واحد يعني. فمن نقول unicellular يعني الخلية الواحدة، يعني غدة الخلية الواحدة. فهاي من اسمها معناها consist of isolated granular cell. An example of unicellular or goblet cell. وين موجودة الgoblet cell؟ من أمثلة الغدد وحيدة الخلية الموجودة في جسم الإنسان هو ما يدعى goblet cell. أين توجد goblet cell؟ توجد مبطنة للأمعاء الدقيقة في الإنسان وفي الشجرة التنفسية أو القناة التنفسية في الإنسان. هذه تطلع بمهمة تكوين المخاط، يعني المادة المرطبة اللي يعني تبطن كل الشجرة التنفسية وكذلك أجزاء من القناة الهضمية في الإنسان. فهذه الجوبلت سيل هي مثال على اليونيسيلولار جلاند. المجموعة الأخرى التصنيفية تبعا لهذا الاعتبار لعدد الوحدات المكونة للغدة multicellular gland، يعني الغدد متعددة الخلايا. فالغدد متعددة الخلايا تعريفها are composed of clusters، مؤلفة من عناقيد من الخلايا. لذلك فهي is usually used to designate large complex aggregation of glandular epithelial cell. وهذه بما أنها multicellular gland إن الضروري من اسمها أن تكون مؤلفة من ربما ملايين الخلايا الفارزة مع بعضها البعض. من أمثلة إذن كل ما تتذكره عن الغدد هو سيكون ضمن هذا التصنيف. الملتسيلولار جلاند. قلت السليفر جلاند، قلت ممر جلاند، قلت البنكرياس، قلت الليفر إلى آخره. إذن كل الغدد اللي بالنا هي من هذا النوع. فقط الجوبلت سيل هي الغدة اليونيسيلولار جلاند. وإلا ما عداها كله هو عبارة عن ملتسيلولار جلاند. وهنا أي مثال راح أذكره هو صحيح. سليفر جلاند، ممر جلاند، بنكرياس. كما تشاهدون الآن هذا الجوبلت سيل. هسه أخذنا هناك بالمقطع الأول هذا الفراغ، هذا ممتلئ مخاط يعني قلنا هذه الغدد تطلع بمهمة إنتاج المخاط لترطيب الشجرة التنفسية أو القناة الهضمية. لذلك هذا الفراغ اللي تلاحظونه هنا اللي كنا يعني فتحة البركان، هذا الفراغ هنا، هذا الفراغ هنا، لأن هي قاعد تفرز يعني بين فتره وفتره هذا الانتاج مالها يطلع من الفتحه الى الاعلى وترجع من جديد يصير يعني الحيز مالها قليل. فهنا بعد ما مفتوحه وهنا مفتوحه على الخارج، يعني مفتوحه على يعني اليومن اوف انتستاين اور تري اوف ريسبيرتوري تراك. هنا صابغينها بغير صبغه، فطالع الجوبلت سيل ماخذ لون ماروني بدل ما كانت بيضه بالسلايد اللي قبله. هاي في بطانه الامعاء وهاي الخط الداكن هو البروش بوردر، لان قلنا بطانه الامعاء تكون فرشاتيه تحتوي على المايكرو فيلاي. هذا بالمقطع العرضي كيف ستبدو وان كانت يعني الصوره مو كلش واضحه. هذا الاعتبار الاول. الاعتبار الثاني للتصنيف الابيثيليال جراندولار ابيثيليال اكوردنج وذ ذا مود اوف سكريشن، تصنيفها تبعا لنمط الافراز. شنو معناه نمط الافراز؟ هاي اخذناه سابقا، قلنا نمط الافراز قسم من الغدد ستكون اكسوكراين جلاند وقسم من عدها ستكون اندوكراين جلاند اندوكراين جلاند وقسم من عدها راح تكون ميكس جلاند. فمعنى الاكسوكراين جلاند هاي ماخذينها سابقا، معناها انه الغده ستكون ذات قناه
وجسم الغدة يقوم بإنتاج المادة الإفرازية، ثم عبر القناة يتم طرحها مباشرة إلى اليومن، إلى فراغ. هذا الفراغ قد يكون مثلا القناة الهضمية، قد يكون قناة يعني التنفسية إلى آخره. أكو فراغ راح يستلم إنتاج هذا الغدة. Retain their connection with the surface epithelium from which they originated. يعني هذه ستديم اتصالها بالنسيج الطلائي الذي نشأت منه. This connection takes a form of tubule duct, tubular duct. هذا الاتصال سيكون بهيئة انبوب، تركيب قناة انبوبية مبطنة بالابيثيليال سيل through which the glandular secretions pass to reach the surface. وخلالها ستنتقل المادة الإفرازية حتى تصل إلى السطح. أما الإندوكراين جلاند فهي داخلية الإفراز، وأخذنا أيضا سابقا اسمها الآخر نسميها الدكتلس، يعني عديمة القناة. إذا شلون تطرح إفرازها لو كانت عديمة القناة؟ معناها أنها إفرازها وإنتاجها الإفرازي secretory product are released directly into the bloodstream or the lymphatic system. مباشرة سيتم طرح إنتاجها إلى المجرى الدموي أو الجهاز اللمفاوي for distribution to target organ، لكي يتم توزيعها إلى الخلايا الهدف. These glands can be differentiated according with the cell grouping. كذلك يمكن أن نعيد تصنيفها، هي كلها نسميها endocrine gland، لكن حتى الإندوكراين جلاند ربما يعاد تصنيفها داخليا إلى سب جروب، يعني إلى مجاميع ثانوية تبعا لي. مثلا أولا agglomerated cell. agglomerated cell عن الخلايا الملتفة، لأن بعض مرات جسم الغدة يصير مثل الأنبوب الملتف، يسمونه agglomerated. فهو عبارة ستكون في بعض الغدد، ستكون الجزء الفارس فيها عبارة عن خلايا ملتفة مكونة انستوموسين كورد، عبارة عن مكونة على حبال مصمتة أو يعني صلدة، يعني ما مجوفة. معنى انستوموسين كورد انتربيرسد بتوين ديليتد بلاد كابيلاريز، بينما تنتشر ما بين هذه الأعمدة من الخلايا الصلدة غير المجوفة، تنتشر يعني تشعبات الأوعية الدموية الشعرية. مثل ايش؟ هيك نوع aggregated cell كذا، الأدرينال جلاند، باراثايرويد، anterior loop of pituitary gland، يعني الغدة الكظرية، الغدة جار الدرقية، والفص الأمامي من الغدة النخامية. هذا السب جروب الأول. السب جروب الثاني the cell lines a vesicle، قد تكون الخلايا الفارزة مبطنة لحويصلة or follicles أو جريبة filled with non-cellular material، ممتلئة بمادة غير يعني خلوية. between them capillaries are present، وربما داخل هذه يعني المادة غير الخلوية هنالك أوعية دموية شعرية هي التي تقوم بأخذ المنتج. مثل ايش هيك سب جروب؟ هذا الثايرويد جلاند، الغدة الدرقية. زين، هذا مثال. نجي للنوع الثالث من الـ يعني الـ الغدد، الأنسجة الغدية حسب مود اوف سكريشن، اللي هي ميكست جلاند. الميكست جلاند من اسمها يعني خليطة بين هذا وذاك، فهي في نفس الوقت لها جزء خارجي الإفراز وجزء داخلي الإفراز. These are characterized by having both exocrine and endocrine part. من أمثلة هذا البنكرياس، قلنا غدة يعني كبيرة ولها كثير من أنواع الغدد الفارزة، منها بيتا سيل التي تقوم بإفراز الإنسولين مثلا، هذا المعروف يعني علاقته بمرض السكري. كما تشاهدون الآن هنا المقطع في نسيج الميكست جلاند، وهنا منطيكم الليجند، يعني شنو معنى هاي الحروف الموجودة في المقطع، شنو معنى هذا السهم الأخضر. هذا connective tissue مثلا، هنا هاي قال لك connective tissue، هنا فصوص خلايا، هنا أقنية إلى آخره، هنا سيرس سيناي يعني عبارة عن أعناب فارزة للمصل، ستريتد داكت أقنية مخططة، green arrow lumen of mucous acinar.
فراغ الغدة، هذا السهم الأخضر هو فراغ الغدة الفارزة للمخاط، لأن هاي الفاتحة فارزة للمخاط الظاهر، وهذه اللي لونها ذن الفاتحات فارزات للمخاط ميوكس، بينما الاس اي هذه اللي لونها وردي طوخ هاي فارزة للمصل، فهي لذلك قلنا مختلطة تفرز ميوكس وتفرز. هذا الجهاز يعني الغدد الصنف في جسم الانسان اندوكراين جلاند، كما يعني لا شك تعرفوه، مثلا غده ما تحت تحت المهاد وجسم الصنوبري والغده النخاميه والغده الزعتريه، الغده الادرينالية الدرقيه وجار الدرقيه، مبايض الانسان والخصيه في الذكور، هذه كلها تعتبر غددا صما، يعني غدد بدون اقنيه تستطيع ان توصل انتاجها الى المجرى الدموي او المجرى اللمفاوي. هذا الاعتبار الثاني خلصناه، مود اوف سكريشن. نجي للاعتبار الثالث، تصنيف الغدد تبعا لنوع القناه. تصنيف الغدد تبعا لنوع القناه، اذا هذا التصنيف هنا للغدد اكسكراين جلاند. هنالك كما تشاهدون الان الغده قد يكون جسمها بسيط مثل هذا الحاله او معقد مشعب يعني مقسم. فهنا يا اما نسميها غده بسيطه او نسميها غده مركبه. ثم حسب هذه البسيطه او مركبه حسب شكل قناه الغده او جسم الغده، هذا اللي لونه اصفر من فوق او اللونه احمر من جوا هذا نسميه جسم الغده، وهذا الجزء جزء القناه. ثم حسب هذا الجزء وهذا الجزء هم نسميها راح من جديد، اما تكون الغده بسيطه انبوبيه او بسيطه عنبيه او بسيطه يعني مختلطه عنبيه انبوبيه. ثم نجي للمركبه، ثم هم نقول مركبة أنبوبية، مركبة عنبية، مركبة حويصلية إلى آخره. فهنا شوية راح نذكر باستفاضة التصنيفات الفرعية للغدد. فعندنا سمبل مالتي سيلولار جلاند، يعني الغدة متعددة. هاي كل الحكي احنا قاعد نحكي على الغدد مالتي سيلولار، يعني فهذا نذكر أو ما نذكر هذا الجزء من المصطلح هو معناه واحد يعني. فهنا نقصد السمبل جلاند أو simple multicellular gland has only one embranched duct، تحتوي على واحدة غير متفرعة، قناة واحدة غير متفرعة، كما تلاحظون هنا الجزء الأصفر، هنا جسم الغدة صحيح متفرع هنا وهنا، لكن القناة وحدة، فلذلك هاي سميناها simple. ليش هاي ما نسميها مركب؟ ليش هاي ما نسميها مركب؟ لأن احنا نقصد بالsimple والمركب القناة مالتها، ما علينا بجسم الغدة لو كان متعددة، المهم القناة وحدة، إذا هو simple. إذن معنى simple is an only has only one branched duct according with the shape of the secretory portion، وثم تبعا لشكل الجزء الفارز من الغدة يمكن تصنيفها إلى ما يلي، مثلا A simple tubular gland، يعني هم غدة أنبوبية بسيطة. أين يوجد هذا النوع؟ غدة الأنبوبية البسيطة، ثم أهم الغدة الأنبوبية البسيطة يمكن أن تكون غدة أنبوبية بسيطة مستقيم، غدة أنبوبية بسيطة ملتوية، غدة أنبوبية بسيطة متفرعة إلى آخره، يعني همكو تصانيف فرعية لهذا النوع من الغدة. فهنا نجي إذن شوية صار معقد لأن يتفرع أكثر، فصار ديفيجن يصير بتقسيم أدق وأدق للغدة، فراح نجي للنوع الأول السمبل tubular gland present in small intestine. وين موجودة هذا النوع من الغدد؟ قلنا لازم هم تحفظون مثالا على الأقل واحد عن كل نوع من أنواع الغدد. فمثلا هنا عندنا خبايا لبركان، لا شك ماخذينها بالفسلجة يعني المواضيع الأخرى، خبايا لبركان على اسم يعني مكتشفها شلون كولجي، جهاز كولجي إلى آخره للمكتشف. فخبايا لبركان موجودة في أمعاء الإنسان تكون بهيئة غدد، هذه الغدد تكون من هذا النوع يسمى غدة أنبوبية مستقيمة. النوع الثاني من الخلايا simple branched tubular gland، هذا بهذا الشكل، يعني جسم قناة الغدة واحدة لكن جسم الغدة هذا باللون الأحمر يكون متعدد، فسميناها لذلك simple branched، يعني متفرع. فالغدد الانبوبيه، الانبوبيه شنو نقصد؟ الانبوبيه يعني القناه مالتها انبوبيه لكنها جسم الغده برانشد.
راح تكون simple branch tubular gland. وين موجودة هذه؟ موجودة مثلا بالستومك في معدة الإنسان، تحتوي على هذا النوع من الغدد simple branch tubular gland. النوع الثالث simple coiled، coiled ملتف، كويل احنا حتى بالعربي نسمي الكويل الملف يعني الملتفة simple coiled tubular gland، الغدد اللي قناتها tubular وجسم غدتها coiled. مثل secretory part or portion is very long here will be very long tubular and coiled، سيكون ملتف وطويلا جدا. من هذا النوع من الغدد موجود مثلا الغدد العرقية في جلد الإنسان. زين، بعد عندنا بعد ما أخذنا الأنبوبية بالتفرعات المختلفة عندنا simple alveolar، هاي حويصلي، alveolar باللاتيني معناها الحويصلي، فعندنا الغدد الحويصلية البسيطة. The secretory portion، شنو حويصلية؟ إذا الحويصلي جسم الغدة حويصلي، وإلا فالقناة ستكون tubular، فيكون جسم الفارز من الغدة متسع، يعني بدل ما كان أنبوبي هذا لا صار شوية منفوخ أكثر من الأنبوبي، مؤلفا ساكس، ساكس أكياس يعني أول أولفيلاي أور أسينار، أعناب كنا عنبة يعني، أو كنا حويصلة كنا كيس، لا أخذي تسميات مختلفة لكن المعنى واحد. ذا هذا كله اللي أخذناه شطر، هذا كله simple gland. نجي للكمباوند، كمباوند يعني المركبة. هنا شين المركب بيها؟ القناة ستكون متفرعة. احنا بالأصناف اللي أخذناها سابقا مهما تفرع جسم الغدة القناة عندنا كانت واحدة يعني، كنا نسميها simple. الآن لا، حتى القناة تفرعت، لذلك هذا الصنف راح نسميه compound multicellular gland. Half duct that branch repeatedly، يحتوي على قناة قامت بالتفرع بتكرار كبير، يعني تتفرع وللفرع فرع وللفرع فرع وهكذا ريبيتدلي، هذا معناه يعني بتكرار شديد. هذه أيضا راح تكون بأقسام مختلفة بأصناف مختلفة compound tubular gland، فقد تكون مركبة وأنبوبية. The functional secretory part is tubular، وأيضا ربما يكون أنبوب شكل القناة وأنبوب شكل جسم الغدة أيضا، فراح يكون السكريتوري بارت، سكريتوري بورشن، الجزء الفارز من الغده ايضا راح يكون تيوبولر ان شيب. شنو المثال التشريحي على هذا النوع من الغدد؟ ذا كيدني اند ماوث كافيتي جلاند، برونر جلاند، ميوكس جلاند، ذا ديودينم. بالاثنا عشري موجوده غدد كثيره مثلا في تجويف الفم وفي الكليه يوجد هذا النوع. يعني عادة احنا ما نجيب لكم بالامتحان مثال واحد على الغدة، فأنت حر يعني تنطينا أيا من هذه الأسماء كمثال. النوع الآخر الكمباوند أولفيلر أسينار، هذه بيها يكون جسم الغدة أيضا القناة مركبة وجسم الغدة لا يكون أنبوبيا، لا هنا سيكون منتفخ أكثر بهيئة قلنا كيس أو حويصلة. فهنا the secretory part is alveoli، سيكون الجزء الفارز من الغدة عبارة عن حويصلة. مثل إيش هذا النوع من الغدد؟ الممري and salivary gland، الغدد اللعابية والغدد اللبنية في عن جسم الإنسان. زين، عندنا كذلك tubulo acinar، قسم من عدها ستكون tubular وقسم من عدها acinar. acinar يعني هم نفس الشيء شلون alveoli، يعني راح تكون مستديره نوعا ما، فقسم من عدتها تاخذ يعني شكليا، فنسميها compound tubulo acinar. Some organ have both endocrine and exocrine gland، بعض الاعضاء مثل البنكرياس اخذناها له وظيفتين، وظيفه داخليه الافراز ووظيفه خارجيه الافراز. And one cell type may function both way، وربما حتى ان انواع نوع واحد من الخلايا ياخذ يعني وظائف مختلفه. مثلا بالكبد secret bile، مثلا الكبد يقوم بافراز الصفراء into the duct system، also secret some of their product into the bloodstream، فيفرز ماده الصفراء الهاضمه للدهون في القناه الهضميه كي يسقط هذه الماده البايل سالت او املاح الصفراء تسقط على الدهن وتقوم بهضمه عند مروره في القناه الهضميه، هاي من جهه، ومن جهه اخرى يقوم ب
تحميل بعض المواد إلى الدم مباشرة فيسلك بذلك سلوك الاندوكراين جلاند. زين، هذا الاعتبار الثالث وصلنا. الاعتبار الثالث لتصنيف الغدد. نجي للاعتبار الرابع. هذا الاعتبار الرابع according with the way in which the secretory product leaves the cell. تصنيف الغدد تبعا للطريقة التي فيها المنتج الإفرازي يغادر الخلية. الآن يمكن تصنيف الغدد تبعا لهذا الاعتبار إلى ثلاث أصناف: ميروكراين، أبوكراين، أند هولوكراين. شنو الفرق بين ذن المصطلحات الثلاثة؟ ميروكراين هاي طبعا تجيكم بهيئة تعاريف، أو مع كل تعريف لازم تذكر لي مثال على غدة من نوع الميروكراين عن الأبوكراين، هولوكراين، وهكذا. إذا الميروكراين during secretion the secretory cell remain intact and the secretion is released by exocytosis. خلال عملية يعني إفراز المادة المنتجة ستكون الخلايا الإفرازية تبقى محافظة على وضعها، لا تتهشم أو تتمزق نتيجة للإنتاج كما يحدث الآن. فهذا يعني الدقائق الحبيبات اللي صايرة بتجويف الغدة هو عبارة عن المادة المفرزة مفروزة منتجة الإفراز مال الغدة. وتشوفون هنا من كل خلية من هذه الخلايا المبطنة لجسم الغدة قاعد تطلع هاي النقاط في الداخل، لكن ما تنفجر الخلية، ما تموت الخلية، فتبقى سليمة intact remain intact، تبقى سليمة ويطلع من عندها المنتج بعملية تسمى الإخراج الخلوي exocytosis. إذن هنا الخلية تبقى سليمة والمادة الإفرازية تخرج بالexocytosis. مثل إيش نوع من الخلايا؟ ميروكراين في السليفر جلاند and بنكرياس، غدد اللعابية وغدة البنكرياس with no lose of this cellular of their cellular material. ما تفقد بعد مواد أخرى غير المادة الإفرازية. هذا الميروكراين. نوع آخر، صنف آخر من الغدد عندما تكون هولوكراين. هولوكراين معناها هولو أول، يعني كل. هذه عكس الحالة الأولى الميروكراين. الميروكراين ما تخسر شيء، فقط تطلع يعني حويصلة تحتوي على الإفراز بالإكزوسيتوسيس تذبها فراغ الغدد. هنا لا، كل الخلية تتحطم وتروح تنفجر هي ومحتوياتها، ويتكون من جوه نسيج مولد يدفع خلايا أخرى وليدة وهكذا. لذلك يسميه كلية الإفراز هولوكراين. مثل إيش الهولوكراين؟ مثل سبيشيوس جلاند، مثل الغدد الدهنية الموجودة في جلد الإنسان. فالغدة تنملي دهن، ثم صير شلون الفقاعة الممتلية دهن، بكبرها الغدة تنفجر، العفو الخلايا الغدية، كل خلية مثل ما تلاحظون الآن الخلية بكبرها تنفصل وتصير داخل فراغ الغدة وثم تنفجر محررة هذا الدهن لكي يطرح إلى الخارج على سطح الجلد مثلا، للناس اللي مثلا بادي عليهم جلدهم دهني. The product of secretion is sheet، سيفرز الجزء مع whole cell من كل الخلية. A process that involves destruction of the secretion failed cell، مما يؤدي إلى تحطم الخلايا الفارزة الممتلئة بالدهن. هذا لذلك يسمى كلي الإفراز أو هولوكراين. كلي يعني كل الخلية تطلع بهيئة الإفراز. النوع الثالث اللي هو أبو. أبو مثل الإبي. الإبي يعني القمي، هاي قمية الإفراز. أبوكراين انترميديت، هنا لا هي تطلع فقط حويصلات تحتوي على المنتج، ولا كامل الخلية تنفصل وتفجر نفسها وتطلع محتواها، لا، هذه فقط الجزء القمي من الخلية سينفصل حاملا المواد الإفرازية، وتبقى الخلية تكون لها جزء قمي بديل وهكذا. فهنا ستكون انترميديت، ستكون الحالة بين intermediate type of gland secretory product is discharged together with the part of the apical cytoplasm. سيتم الإفراز مع الجزء القمي من السيتوبلازم. After that the cell will regenerate، تقوم بالتجديد. بعد ذلك تقوم الخلية بتجديد نفسها. تجديد نفسها يعني شنو؟ تعوض الجزء المفصول من عندها القمي، تسوي واحد بديل. من أمثلة هذا النوع من الغدد الممري جلاند. شباب لهذا بعدكم سامعيني؟ لو الصوت بمشكلة. نعم دكتور، نسمع.
هذا الاعتبار الرابع خلصنا. الاعتبار الخامس يعني تصنيف الغدد تبعا لنوع المنتج، نوع الماده المفروزه، نوع الافراز. تنقسم الغدد هنا هم الى ثلاث اصناف: سيروس جلاند، غدد مصليه، وغدد مخاطيه، وغدد بديله. هسه سيروس جلاند راح نجي عليها، ثم ناخذ ميوكس جلاند، ثم ناخذ الميكس جلاند لكي تنتهي هذه المحاضره يعني. فنبدا اذا بالسيروس جلاند، الغدد المصليه. هاي من اسمها، ما دام تقوم بافراز مصل، والمصل كما تعلمون ماده يعني ووتري، ماده يعني شبيهه بالماء يعني. ماده سائله مو كلش لزجه وبها سخن. They secret watery albuminous material. هذا النوع من الغدد تقوم بافراز ماده مائيه البومينيه، يعني مائيه على بروتينيه. من امثله هذا النوع من الغدد اللي هي سيروس جلاند عنده الباروتيد جلاند، الغده النكتيه كما تعلمون، وجزء ماخذين بالتشريح على ان الغدد اللعابيه في جسم الانسان غدد نكفيه تقع تحت الاذنين، غدد تحت فكيه، وغدد زوج من الغدد تحت لسانيه. فيوجد في الانسان ثلاث ازواج من الغدد اللعابيه. فهذا يقصد ان الباروتيد جلاند يعني الزوج النكفي اللي صاير جوا الاذن، الناس اللي سرعتهم نكاح وينفخ جوا الاذن مالهم، يعني الخد مالهم ينفخ، نقول ذول عندهم نكاح، يعني الغده النكفيه اللعابيه فيهم قد التهبت وكبرت بالحجم، فنشوف جوا اذنهم منفوخ. هاي الغده تكون من هذا النوع. البنكرياس والجاستريك تشيب سيل، هاي الجاستريك تشيب سيل موجوده في معده الانسان. هسه هذا هاي المعده، لو اخذنا مقطعا فيها وكبرنا هذا المقطع راح نلاحظ في المعده اكو نقر، وداخل هذه النقر موجوده خبايا كريبت شلون الاقنيه، وداخل هذه الخبايا موجوده اشكال وانواع يعني الغدد متداخله مع بعضها البعض. جاستريك، لذلك المعده يعني جهاز افرازي معقد، يعني تقوم بافراز الكثير من الانزيمات الهضميه، وحتى يعني الاحماض حمض الهيدروكلوريك كما تعلمون. فموجود عندنا تشيب سيل، هاي الخلايا قسم منعتها وردي، قسم منعتها سمائي لونها، وقسم منعتها بنفسجي، وقسم منعتها ازرق طوخ كما تشاهدون الان. كل هاي خلايا افرازيه، خلايا بهيئه غدد، قسم منعتها نسميها باريتال سيل، قسم منعتها نسميها تشيب سيل، قسم منعتها نسميها انتيرو اندوكراين سيل الى اخره. وهاي كلها تفرز مختلف انواع المواد، البيبسين والرنين والتربسين والاتش سي ال الى اخره، الانزيمات اللي تاخذونها بالفسلجه من يعني خواص بطانه المعده الفارغه. البانس سيل موجوده بخبايا الامعاء، البانس سيل هسه هاي الامعاء، وهاي زغابات الامعاء، هم ما بين كل زغابه واخرى موجود مثل وادي، موجوده مثل الخبيه او نقره. داخل هذه النقره وفي قاعدتها توجد ايضا خلايا فارزه نسميها بانس سيل، هذه ستقوم بافراز السيروس ماتيريال اللي هي ووتري البومينوس ماتيريال. هاي امثله على النوع الاول من الغدد تبعا لطبيعه الماده المفرزه. The cell are characterized by the following histological characteristics. هسه هنا نقدر نجيب لكم يعني هسه احنا قلنا تبعا لهذا الاعتبار يمكن تصنيف الغدد الى مصليه وميكس، العفو مصليه ومخاطيه. هاي هنا عندنا خواص الخلايا لو كانت مصليه، وعندنا بسلايد اخر خواص الخلايا لو كانت مخاطيه. ونقدر نجيب لكم فرقونا بستة فروق ما بين الجزء الفارز لو كان يفرز ماده مصليه، والجزء الفارز لو كان يفرز ماده مخاطيه. فانتبهوا الى الفروق. كما تشاهدون الان هسه هذا جسم الغده الفارز للماده المصليه. Lions with pyramid shape cell يكون مبطنا بخلايا شكلها هرمي. يعني تلاحظون الهرم راسه مدبب وقاعدته عريضه. فهنا تقريبا هاي الخلايا كما تشاهدون هرمية. هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية the boundaries between the cell are not very clear. الحدود الفاصلة ما بين الخلايا ليست واضحة تماما. هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة the nuclei are round. الأنوية تكون مستديرة. Aochromatic showing clear nucleus. وكلش ما واضح يعني تاخذ صبغات مختلفه، لكن الصبغه هنا تصير طوف ومبينه كل النواه وحدودها.
هاي الصفه الثالثه. الصفه الرابعه ذا بيزل سايتوبلازم از بازوفيليك. هسه هذا البيزل نقصد القاعدي، القاعدي اللي صاير بقاعده الخلايا. السيتوبلازم القاعدي في هذه الخلايا سيكون شديد القاعديه. القاعديه هنا نقصد البي اتش، هل هو سيكون اليفا للصبغات الحامضيه وهل سيكون اليفا للصبغات القاعديه. هنا نقصد بازوفيليك اليفا للصبغات القاعديه، فلذا فياخذ لون ازرق طوخ، بينما لو كان اليفا للصبغات الحامضيه ياخذ لون احمر طوخ. ليش ياخذ هنا الصبغات وليش يكون بازوفيليك؟ لانه سيكون غنيا بالروف اندوبلازميك ريتيكوليوم. روف اندوبلازميك ريتيكوليوم ماخذينهم بالسيل بيولوجي، هي الشبكه البلازميه الداخليه الخشنه. هاند كولجي كومبلكس ومعقد كولج. اذا هنا توجد اعداد كبيره من الشبكه البلازميه الداخليه وهي التي تعطي لقاعده الخلايا هذا يعني الالفه القاعدي. هاي الصفه الرابعه. الصفه الخامسه the apical cytoplasm is granulated، بينما القمه هسه الجزء القاعدي من السيتوبلازم سيكون بازوفيليك، الجزء القمي من السيتوبلازم كما تشاهدون الان سيكون محبب granulated، سيكون محبب on these granules، انه granulated هو محبب، وهذه الحبوب is called زايموجين، تسمى زايموجين، ممتلئه بماده تسمى الزايموجين. The lumen is very small، ويكون يعني حيز الغدة، تجويف الغدة يكون صغيراً جداً. هسه خلوا ببالكم ذن النقاط الستة، لأنه ما يقابلهم راح نأخذ يعني كصفات أخرى مميزة للميوكس جلاند. فالميوكس جلاند إذا قلنا watery albuminous material السكريشن مالته، هنا لا، ما دام ميوكس إذن ميوكس جلاند إذن ناتجها ميوكس، إذن it secret mucus substances، مواد مخاطية تنتج. مثال على هذا النوع من الغدد سب لانجوال جلاند. سب لانجوال احنا مو قلنا الغدد اللعابية قد تكون نكفية باروتيد جلاند، واللي يعني ذكرناها كمثال على السيرس جلاند، هنا تحت اللسانية سب لانجوال جلاند، يعني الغدد اللعابية تحت اللسانية. إذا الغدد اللعابية تحت اللسانية هي مثال على الميوكس جلاند. The mucus alveoli الأسناخ أو الحويصلات التي تفرز ذلك المخاط have the following histological characteristics، لها الخواص التالية. هناك بالسيروس جلاند قلنا الفيولاي تكون مغطاة بالبايراميد شيب سيل، خلايا هرمية الشكل. هنا لا، كولمنر شيب سيل. فجسم الغدة أو الجسم الفارز من الغدة سيكون مؤلفا من خلايا عمودية، بينما كان هناك بالسيروس جلاند هذا فرق أول. The boundaries there was not clear، while here the boundaries between the cell are clear. هناك كان الحدود الفارزة، الحدود ما بين الخلايا غير واضحة تماما، هنا لا واضحة. زين، هاي صفة ثانية. الصفة الثالثة the apical cytoplasm is bold، فقط ما ذاكر ليش bold. bold يعني شاحب، يعني لونه كلش فاتح. الجزء القمي من الخليه الغديه سيكون لونه فاتح، بينما كان بالسيرس جلاند الجزء القمي من السيتوبلازم granulated and this granule are called zymogen. هاي اخذناها. زين، رابعا the nucleus is flattened. ناس قلنا rounded تكون النواه مستديره، هنا لا، تكون مسطحه ممطوطه. Based on the location because of the heavy weight of mucin material. بسبب ثقل مادة الميوسين، الميوسين مادة مخاطية، وقلنا هي أصلا الغدة نسميها غدة مخاطية، إذا كل خلايا من خلاياها تفرز المخاط، لذلك هذا المخاط يتجمع في داخل السيتوبلازم والخلية عمودية ويكون هو بالجزء القمي من الخلية، لذلك سيضغط على النواة ويخليها فلاتنين، يخليها مسطحة. هذه اذا فرق اخر. The basal cytoplasm is rich with roof endoplasmic reticulum and Golgi complex. هذا يعني نقطة تشبه السابق. هنا النقطة ثلاثة، هناك هنا النقطة أربعة. The basal cytoplasm is basophilic because it's rich with roof endoplasmic reticulum and Golgi complex. هنا نفس الشيء. The basal cytoplasm is rich in roof endoplasmic reticulum and Golgi complex. هناك اليومن is very small، هنا اليومن نقصد به فراغ الغده،
اليومن از لارجر اوف ذات اوف سيرس جلاند، يكون اوسع من ذلك. شوف هنا الفرق ما بين نوعين سيرس اند ميوكس سيل، هنا بايرمن شيب، هنا شكل عمودي، شكل هرمي، هنا شكل عمودي، هنا النواة مستديرة صايرة بالوسط، هنا النواة ممطوطة فلاتند ويعني داخلة لجوة بسبب هذا الميوسين، المادة تقل، هاي المادة صايرة بالجزء القمي من الغدة هو اللي قاعد يضغط على النواة ويخليها يعني شوية ممطوطة أو مسطحة وباتجاه القاعدة. هنا وهنا سوية غنية بالأوعية، غنية بالشبكة البلازمية الداخلية وبأجسام كولجي. الجزء القمي فيها يكون فاتح، هناك يكون فاتح بالميوكوس جلاند لأن يحتوي على الميوسين، هاي مادة ما تأخذ صبغة، بينما هناك كانت جرانيوليتد لأنه تحتوي على زيموجين، أخذناها كفرق. هذه تقريبا الفروق ما بين النوعين من خلايا الغدد. النوع الثالث ميكس، ومن اسمه الميكس يعني خليط، خليط ممن؟ خليط من السرس والميوكس، يعني الخلية بها جزء فارز للسرس، جزء فارز للمصل، وجزء فارز للمخاط. هذه إذن الميكس. In this type of gland, both serous and mucous alveoli are represented. In the addition to that, of some of the mucous alveoli are surrounded. يقول أن الغدة نفسها، جسم الغدة سيحتوي على كلا serous portion and mucous secretion portion. يكون جزء فارز لمادة المصل وجزء فارز لمادة المخاط بأن واحد. وفي بعض الحالات يكون alveoli، تكون الأسناخ أو الحويصلات surrounded، يعني محاطة من جزء واحد، محاطة من جهة واحدة from one side by serous cell، ما يجعلها تشبه الهلال crescent. هذا الهلال لو شو نسميه النوب، لو كانت الهلال من الخلية المصلية يحيط جسم الخلية البارزة للمخاط، راح نسميه serous dimension، فتبين بالمقطع الخلية المصلية اللاحقة بهذا. آخر السلايدات اللي عندنا، جسم الغدة ملتي سيلولار جلاند عادة ما يكون كما تشاهدون الآن، عادة ما يكون محاط من خارج بالنسيج الكونكتيف، وجسم الغدة أو الجزء الفارز من الغدة عادة ما يكون كبير، بنكرياس يعني غدة ضخمة جدا، الكبد ضخمة جدا، الخصيتين، المبايض إلى آخره. يعني هذا ما قاعد نحكي على مستوى مشهري، لا، على مستوى عياني كبير واضح. إذا لابد أن يكون، يعني إحنا بسطناها وقلنا عبارة عن قناة وكذا عدد من الخلايا الفارزة، لكن في الواقع الغدة أعقد من ذلك، لأنها ستكون تركيبا نسيجيا كبير جدا، يتألف من عدد كبير من الفصوص، وكل فص بدورة يتألف من فصيصات ثم إلى فصوص أدق وأدق، ولذلك لابد أن يكون محفوظا من الخارج ومحتوى في داخل كبسولة هي حافظة، وحافظة من الكونكتيف تيشو، ثم هذه الحافظة ينزل من عندها سبتة حواجز تقسم جسم الغدة إلى فصوص، ثم هذه الحواجز يعني من الكونكتيف تيشو ربما تمتد لتقسيم جسم الفص إلى فصيصات، فقد يكون هنالك سبتة that divide the gland into lobule ثم sub lobule، يعني جسم فصيص فصيص ما تحت الفصيص ما تحت الفصيص إلى آخره، إلى أن تكون الغدة مفصصة إلى درجة كبيرة. This lobules، هذه الفصيصات then subdivide، ثم ترجع من جديد تلك الفصيصات ترجع تنقسم من جديد بواسطة سبتة، بواسطة حواجز. By this way the connective tissue separates and binds the glandular component together. وبهذه الطريقة يقوم الجهاز، لذلك سميناه connective tissue، نسيج رابط، يقوم النسيج الرابط بربط فصيصات الغدة على بعضها البعض، شلون العنقود يعني يخليها كلها متماسكة ومتصلة مع بعضها البعض. ثم من النسيج الرابط ربما تمتد blood vessels، nerves، lymphatic system إلى آخره. أكو تفرعات للأعصاب، تفرعات الأوعية الدموية الشعرية، تفرعات الجهاز اللمفاوي ربما تمتد عبر السبتة وعبر الكبسول لكي تغذي
الغده بالكامل يعني ما يحتاجه من اكسجين وغذاء، وتاخذ ما تنتجه الغده من منتجات. إلى هذا الحد أشكر لكم حسن الاستماع، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم. فأحبة الطلبة، لو أن أحدكم لديه سؤال حول موضوع محاضرة اليوم جلاندولار أبيثيليال، فرجاء يطرح السؤال الآن، أو باستطاعتكم أيضا أن تستخدمون منصة الكلاس روم لطرح الأسئلة، ويا حبذا لو نقضي يعني تفاعلا على موضوع المحاضرة.